أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يستند عليه المناخ الاستثماري في مملكة البحرين من بيئة هامة من التشريعات المنظمة له والتي تعتبر ركيزة هامة في استقطاب الاستثمارات بمختلف أنواعها ودعم أدائها وحمايتها. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم مع الأمير بافلوس كونستانتين، حيث رحب سموه بضيف البلاد معربا سموه عن تقديره له لزيارته لمملكة البحرين متمنيا سموه له طيب الإقامة. واستعرض سموه خلال اللقاء توجهات مملكة البحرين نحو تعزيز أداء اقتصادها وتنويع مصادره وفق رؤى وخطط واستراتيجية واضحة تدعمها شراكة هامة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ارتباط مملكة البحرين بعلاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة والتي يتم استثمارها للتأكيد على الدور النشط للاقتصاد البحريني في مختلف القطاعات. من جانبه عبر الأمير بافلوس كونستانتين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه وعلى ما لقيه من ترحيب.